بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا بكم من جديد في مراجعة سورة الروم للصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني. سنأخذ إن شاء الله في هذه الدرس أو في هذا الدرس ما يتعلق بسورة الروم، ثم إن شاء الله في الأسبوع المقبل نأخذ سورتي لقمان والتغابن، ونكون بذلك انتهينا من مراجعة منهج التفسير للصف الأول المتوسط. كما ذكرت لكم سابقا، يكون معك بارك الله فيك الكتاب، تفتح الكتاب ومعك القلم حتى نراجع. كل ما قلنا ضع خط، ضع هذا رقم واحد رقم اثنين، فبالتالي هذا كما ذكرت لك وأكرر أكثر من مرة يساعدك في الفهم، وأيضا أنت أيها الطالبة يساعدك في الفهم وتجميع المعلومات. إذا أتى وقت المذاكرة فقط إنسان يراجع يعني ما أشرنا إليه من الفوائد، وستأتي إن شاء الله بعد قليل. في هذا المقطع يتكلم عن سورة الروم، يتكلم عن سورة الروم بشكل من ناحية التعريف، من ناحية التعريف. طبعا السؤال هو لماذا سميت بسورة الروم؟ لذكر الروم، والروم هم من أهل الكتاب. الروم هم من أهل الكتاب وكانوا يسكنون الشام. طيب السؤال الثاني، متى نزلت هذه السورة؟ هي سورة مكية، وذكرنا أكثر من مرة مكية معناها نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، أو تقول نزلت في مكة. طيب وش معنى يا أستاذ مدنية؟ مدنية أي نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، أو تقول هي مدنية، هي مدنية. وعدد آيات هذه السورة 60 آية، 60 آية، وضعت عليها علامة دار حتى تطلع لك. السورة فيها عدة مواضيع، هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين، وهذا ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن السورة فيها ستة مواضيع، ونأخذها الآن بالجملة. أولا، غفلة الكفار عن الحقائق الكبرى. وكان في الآية يتكلم عن، أو في السورة في بدايتها كان يتكلم عن معارك طاحنة دارت بين الفرس. الفرس كانوا يعبدون الأوثان، الفرس كانوا يعبدون الأوثان، مثل بالضبط مشركي قريش، وبعضهم كان يعبد الشمس. أما الروم كانوا أهل كتاب، يقصدون بذلك أهل كتاب يعني أنهم إما يهود أو نصارى. النصارى معروف نبيهم عيسى عليه السلام وأنزل عليه الإنجيل، واليهود نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه التوراة، فكانوا يقرؤون منه في التوراة ويقرؤون في الإنجيل. ومعروف أن بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام تقريبا 500 سنة، 500 سنة أو عام. طيب في هذه المواضيع، الموضوع الأول غفلة الكفار عن الحقائق، وسنتطرق لها بعد قليل، وأنهم كانوا المعارك التي كانت بين الفرس والروم، ثم مآل الفريقين كلاهما حيث لم يتبعا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وحدانية الله سبحانه وتعالى. لو تلاحظون في الموضوع الثالث والرابع والخامس كلها تتكلم عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وختم السورة بخلق الإنسان وضعفه وإنه يحتاج دائما إلى عون رب العالمين. هذا ما يتعلق بالتعريف بالسورة. إذا جاك سؤال هل هي مكية ولا مدنية، تقول مكية. أو خيارات سورة الروم مكية مدنية مثلا، أو خيار ثالث مثلا ليست مكية ولا مدنية، فالجواب هي مدنية. كم عدد الآيات؟ 60 70 80، تقول عدد الآيات 60 آية. وننتقل إن شاء الله حين للمقطع الذي يليه. في هذه الصفحة، في هذه الصفحة، صفحة 52، من آية رقم 1 إلى آية رقم 7 اللي هو بداية السورة. أولا، ما الذي حصل؟ الفرس والروم أمتين عظيمتين كانت في سابق الأيام. الفرس كانوا يعبدون الأوثان، ولهذا كان بينهم وبين مشركي مكة وئام وتوافق. والمسلمين كانوا يميلون لأهل الكتاب، وهم الروم بحكم أن أهل الكتاب هم الذين، اليهود الذي أنزل عليهم التوراة ونبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذي أنزل عليهم الإنجيل
نزل على عيسى ونبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فكانت دائما الفرس تنتصر على الروم. وهنا الله سبحانه وتعالى بشر حيث قال غلبت الروم، يعني الروم انهزمت في أدنى الأرض أي في الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون معناه سيغلبون، سيغلبون معناه سينتصرون مرة ثانية. وفعلا بعد 9 سنوات انتصر الروم على الفرس وانكسرت شوكتهم. إذن هذه الآيات تناولت ما يلي، أنا لخصتها لك أنا في 4 نقاط حتى تسهل عليك. أولا الإخبار الغيبي بأن الروم سوف تنتصر على الفرس بعد عدة سنوات أي 9 سنوات. 2 جواز الفرح بنصرة غير المسلمين إذا كان نصرهم فيه مصلحة للمسلمين. الأمر الذي يلي 3 إن وعد الله حقيقة واقعة إذ بشر بانتصار الروم على الفرس. أخيرا علم الله الواسع لكل ما في هذا الكون من عاجل أو آجل. كيف أخذنا هذه الفائدة؟ أخذناها من آيتين، الآية الأولى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه الفائدة الأولى، هذه الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الغيب. الثانية آخر آية، آية 7 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فنحن نعرف الظاهر فقط وهم عن الآخرة هم غافلون. فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي ويعلم ما هو كائن وما سيكون كيف سيكون. هذا ما يتعلق بهذه الآيات من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 7، وننتقل إن شاء الله للمقطع الذي يليه. في هذه الآيات الكريمات من آية 8 إلى آية 10 صفحة 56، صفحة 56 ناخذ الفائدة الأولى، التفكر في خلق السماوات وخلق الأرض وما فيها، وهي متكررة كثيرا في آيات طرقناها أكثر من مرة. قال أولم يتفكروا في أنفسهم، أولا في أنفسهم نحن في خلقنا، في العيون، في الجسم، في الرأس، في حركات العين، في حركات الإصبع، في كل ما هو موجود في أجسامنا. ثم قال أيضا لما تكلم عن النفس، وما خلق الله في السماوات أو ما بينهما أيا كان، سواء كان طيور أو حيوانات أو كواكب، إلا بالحق. إلا بالحق هنا فائدة مهمة، أنه لا يوجد شيء مخلوق بدون حكمة إلهية، لا يوجد شيء مخلوق بدون حكمة إلهية. الإنسان أحيانا ينظر إلى الحشرات أو ينظر إلى بعض الحيوانات أو غيره فيستغرب، يعني كيف هذه وكيف حصلت وكيف هذه، كلها حكمة إلهية لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أما نحن المسلمون فنحن نعتقد بأن الآخرة هي قائمة ووعد الله حق. وتذكرون خط أنتم في الصف الثالث ابتدائي في التوحيد، خط أركان ابتدائي في التوحيد، خط أركان الإيمان ومن ضمنها الإيمان باليوم الآخر. ثم تطرق الله سبحانه وتعالى إلى شيء هام جدا نستفيد منه نحن في حياتنا، السير في الأرض والنظر في عقوبة من أشرك بالله تعالى. وانظر إلى هذه الآية 9، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك أمم سابقة كفرت بأنعم الله، كفرت بالرسل، كفرت بالكتب، فعاقبها الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى العقوبة الشديدة لمن استهزأ بشيء من آيات الله وبما جاءت به الرسل. في آية هنا حتى بس نفهم كيف تنطق، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. نعيد مرة ثانية نطق الآية، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. فهنا في مد، هنا فيه مد، هنا فيه مد. أساءوا السوء يعني ازدادوا في السوء، ازدادوا في الاستهزاء، ازدادوا في تكذيب الرسل، ازدادوا في تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا العقوبة، فاستحقوا العقوبة. هذا ما يتعلق بهذا المقطع من صفحة 8 إلى صفحة 10. نعيد يعني باختصار، التفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما، السير في الأرض أو القراءة أو الاطلاع على عاقبة الأمم السابقة، ثم العقوبة الشديدة لمن استهزأ
بآيات الله سبحانه وتعالى، أيا كانت هذه الآيات، سواء كانت بالمصحف، سواء كانت بآيات الله الكونية، أو بآيات الله في خلق الإنسان، فإنسان ينتبه لهذا الأمر. وننتقل إن شاء الله الآن للمقطع الذي يليه. في هذه الآيات الكريمات، الآن نفتح صفحة 62، وأتوقع إن شاء الله أنكم كطلاب وكطالبات متابعين معي. صفحة 62، من آية 20 إلى آية 23، من آية 20 إلى آية 23، كلها تتكلم عن عظيم نعم الله. خلنا ناخذها الآن واحدة واحدة. أولا، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني أصل الإنسان هو من تراب ثم أصبح بشرا بنعمة الله سبحانه وتعالى وتقديره. خلق الله آدم، ثم من آدم بدأت الذرية تتناسل إلى وقتنا الحاضر. هذه النعمة الأولى، أن الله وجدنا من العدم، هذه النعمة رقم واحد. طيب، اثنين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، يعني خلق لكم من أنفسكم أزواج، يعني خلق الذكر والأنثى كي يتزاوجوا، ثم ماذا بعد؟ ثم يبدون ب التزاوج، ثم الذرية، ثم الذرية تنتج ذرية أخرى، وهكذا وهكذا تنتشر البشرية. وهذا ملاحظ، تجد الأسرة مكونة من أب وأم، ثم بعد ذلك أصبحوا لهم أبناء وبنات، الأبناء تزوجوا، ثم هؤلاء تزوجوا، ثم تزوجوا، فأصبح الأب والأم الأولين هم أجداد، وهكذا تسير هذه الدنيا. ثم هنا لطيفة هامة جدا، إن شاء الله تستشعرونها بعد ما تتزوجون، سواء أنت أيها الطالبة أو أنت أيها الطالب، وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا نقطة هامة في حياة الأسرة، أن بينهم مودة، أي الزوج والزوجة، وبينهم رحمة. فإذا مرض الواحد فإنه دواعي الود الذي بينهما يجعل الرحمة تتحرك، وأيضا الود عندما يحصل فرح، عندما مثلا هي تتخرج وهو يتخرج، تجد كل واحد منهم يأتي للثاني بهدية، وهذه المودة والرحمة تستمر معهم إلى أن يتفرقا، اللي هو الزوج والزوجة، أي اللي هو الأب والأم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أيضا من نعم الله، أعاد مرة ثانية، خلق السماوات والأرض. إذا خلق الإنسان من عدم هذا رقم واحد، وجود أزواج لنسكن إليها هذا رقم اثنين، خلق السماوات والأرض هذا رقم ثلاثة، واختلاف ألسنتكم هذا رقم أربعة، وألوانكم هذا رقم خمسة. وسبحان الله، هذا ملاحظ، تجد اللسان واحد، وهذا يتكلم عربي، وهذا يتكلم إنجليزي، وهذا يتكلم أردو، وهذا يتكلم صيني، وهذا فرنسي، وكل منهم لا يعلم لغة الثاني حتى يبدأ يتعلمها. اللسان واحد، الشفتين واحدة، الأسنان واحدة، لكن صوت اللغة يختلف بين لغة وأخرى. ألوانكم، هذا لونه أبيض، هذا لونه حنطي، هذا أسمر، هذا أسود، هذا يميل للبياض، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لأنه في الأصل قال من تراب. ولو ترجعون لقصة آدم، كيف بدأ الخلق، وكيف جمع من كل الملائكة جمعت من كل أرض حفنة من التراب، التربة السمراء، التربة البيضاء، التربة الحمراء، حتى كونت بني آدم، ولهذا أصبحوا الألوان بني آدم مختلفة. ثم قال، ومن آية أيضا هذه السادسة، منامكم بالليل والنهار. وهنا في فائدة، النوم الليل هو أفضل من نوم النوم الليل هو أفضل من نوم النهار، وأريح وأسعد، وطبيا هو أفضل للإنسان من نوم النهار. ولهذا من الخطأ إنسان يواصل يجعل ليلة نهار ونهاره ليلا، وهذا يتعب الخلايا، وهو معروف عند الأطباء. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وهذا واضح، الإنسان دائما هو وقت النهار هو وقت الشغل وقت العمل، والليل هو وقت الركود ووقت النوم وقت السكينة. ونكمل إن شاء الله في المقطع الذي يليه أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا في صفحة 66، 66 من آية رقم 24 إلى آية رقم 27، من عظيم نعم الله. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. لا شك أن بداية البرق إنسان يعني يرتعب منه،
ويطمع أن ينزل من خلاله المطر الذي يسقي به الأرض. وفعلا تجد الماء واحد والتربة لونها واحد وكم الله يعني كم السماد واحد، وتجد الأنواع تختلف، هذا مثلا حبحب أو بطيخ وهذا تمر وهذا عنب وهذا ليمون وهذا الجرجير وهذا نعناع وهذا حبق. الماء واحد ولكنها مختلفة، يعني الماء واحد لكنها مختلفة في الطعم والشكل وغيره. ثم ذكر: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هنا يتكلم عن يوم القيامة، وإن الله سبحانه سيدعو الناس عن طريق النفخ في الصور، فيقومون كلهم من قبورهم، كلهم يقومون، وأول من يخرج من قبره هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام، كل له قانتون مذعنين له سبحانه وتعالى. ثم عرج يعني رجع للآيات الأولى في المقطع الأول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم ثم يعيدنا مرة أخرى وهو أهون عليه، يعني هذا الأمر هو متاح وهو سهل عند الله سبحانه وتعالى لقدرته سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى، ولهذا لا ينبغي إنسان أن يشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه أبدا، لا يشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، ولا يمثل ولا يكيف ولا يعطل، فالله سبحانه له المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو العزيز الحكيم، ذكرنا العزيز القوي الذي لا يغلب، الحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه، الذي يضع الشيء في مكانه. وننتقل إن شاء الله الآن للمقطع الذي يليه. في هذا المقطع من بداية 33 إلى 38 يتكلم الله سبحانه وتعالى عن حال الناس في السراء والضراء، حال الناس في السراء والضراء، حال الناس في السراء والضراء. من هذه الآية، انظر إلى هذه الآية: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، دعوا ربهم كيف؟ منيبين إليه، منيبين يعني تائبين مستغفرين. طيب، ثم إذا انتهت المصيبة، انتهت المشكلة، انتهى البلاء، فهم على قسمين، قسم مستمر، لهذا قال فريق، وقسم يشركون بالله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف حال يعني إن شاء الله قليل من الناس، أنهم إذا حصل البلاء استغفروا وتابوا وأنابوا إلى الله، والبعض منهم إذا انتهى البلاء يستمر على هذه التقوى وهذا الصلاح وهذه الهداية ويعتبرها درس وطريق جديد له، والبعض يرجع كما قال سبحانه وتعالى: إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم نفس الشيء ذكر هنا في الآيات حال الناس مع المصائب. بعد ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى عن رزقه، وأنه سبحانه وتعالى هو المتكفل برزق خلقه من إنس وجن وطير وحيوان. أين هذه الآية؟ هذه الآية رقم 37: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. ثم ختم الآيات بالواجب في الصدقات، ونبدأ بها هي الآية رقم 38، قال: فآت ذا القربى، هذا واحد، ثم والمسكين، هذا رقم اثنين، ابن السبيل، ثلاثة. لكن هنا شرط، إيش قال؟ يريدون وجه الله، حيث قال بعد ابن السبيل: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني مخلصين لله في هذه الصدقة، لا يريدون جزاء ولا شكورا ولا مدح، إنما هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المفلحون. وصفه الله سبحانه وتعالى أن من يعمل هذا العمل خالصا لوجه الكريم فهو المفلح، مفلح في الدنيا ومفلح في الآخرة، ومفلح في الآخرة. هذا ما يتعلق بهذا المقطع، وننتقل إن شاء الله للمقطع الذي يليه. في هذه الآيات الكريمات من 39 إلى 41، من 39 إلى 41، افتح معي صفحة 76، وهذه أخذتها في الأسبوع الثامن، كان في شرح مفصل لها، ونعيدها الآن إجمالا. الفرق بين مال الربا والمال الحلال. الفرق بين مال الربا والمال الحلال. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا
هو باختصار تسلم شخص 10 ريال يرجعها 15 أو 12، وهذا فيه أضرار اقتصادية هائلة. من ضمنها هناك عدد كبير من الضرر، من ضمنها أن يجعل المجتمع فئتين، فئة غنية جدا وتزداد غنى، وفئة فقيرة جدا وتزداد فقر. يعني يصبح طول حياة هذا الشخص وهو مديون مديون مديون، مهما سدد لن يستطيع أن يفي ويتحرر من هذا الدين. هذه من فوائدها. وإذا كان لك أخ أو قريب، أو أنت أيها الطالبة أخ أو قريب، ممكن تسألونه عن أضرار الربا، أضرار الربا على المال وعلى المجتمع وعلى الفرد. فيقول الله سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم، هنا الشاهد، وما آتيتم من زكاة، صدقة، زكاة، سواء كان زكاة واجبة مثل زكاة المال والبهائم والخضار يعني والزروع، أو اللي هو الصدقة، الصدقة اللي هي المستحبة، تريدون وجه الله، يعني لا يريد الإنسان من هذه الصدقة إلا وجه الله. وإذ ذكرناها في الآية التي قبل: فأولئك هم المضعفون، هم الذين يزداد لهم الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. ثم بين الله سبحانه وتعالى في هذه فضل النفقة، ثم دلائل الربوبية. كيف عرفنا هذا؟ انظروا للآيات التي سنأخذها وضعوا تحت خط. الله الذي خلقكم، هذا رقم واحد، هذا مثال على توحيد الربوبية، خلقكم ثم رزقكم، هذا رقم اثنين، ثم يميتكم، هذا رقم ثلاثة، ثم يحييكم، هذا رقم أربعة. إذن هذه أمثلة على توحيد الربوبية. ثم بين: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هنا الله سبحانه يخبر: هل هؤلاء الأوثان أو الأصنام أو الشمس أو القمر أو الأولياء، هل يستطيعون يعملون مثل هذا العمل اللي هو الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة؟ طبعا الجواب سيكون لا. ثم ختم الآية بآية نحتاجها في كل وقت وعصر: ظهر الفساد في العصر، ظهر الفساد في البر، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا فساد الزروع، فساد البحار، الأوبئة، الأمراض، الحروب، الإجرام، القتل، هو بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فرمي النفايات، رمي الله يكرمكم، مثلا ما يتبقى من الأكل أو الشرب أو غيره في الشوارع أو في الحدائق، كل هذا يرجع على الإنسان بالضرر. طيب وش الحل؟ ما الحل حتى تزول مثل هذه الأوبئة، تزول مثل هذه الشرور، تزول مثل هذه المشكلات، لعلهم يرجعون؟ إذا تحتاج حتى ترجع الأمور كما كانت جميلة وحياة مزهرة أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نرجع؟ المعادلة سهلة، هي فعل الأوامر، فعل الأوامر، وماذا؟ ترك المحرم. طبعا هو لأن خط طلب الكمبيوتر قد ما يطلع واضح، هو فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو رسوله عليه الصلاة والسلام.